السي فريد مؤمن، مرحبا بك عندنا في موقع بركان 49. برنامج فهمونا، فهمونا واحد الكلمة اللي بشحال من مواطن كيطالب بها، كيطالب السي فريد مؤمن، يعني فين هو السي فريد مؤمن من الخريطة السياسية بعد الأحداث اللي وقعوا مؤخرا؟ في البداية كنشكر البركان 49 على هذه الاستضافة، وأنا كنتشجع بحال هذه البرامج وهذه الحوارات اللي كلها كتصب في خدمة المدينة وفي خدمة المصالح المدينة وفي خدمة المصالح الوطن. وأنا كنتشجع الناس ديال الصحافة وكنتشجعكم باش تستمروا في هذا العمل، وحنا موراكم في هذا العمل الجبار اللي راكم ديروه. فيما يخص السؤال ديالك، فهاد المهم متواجد في مدينة بركان اللي كيعتبرها المدينة ديالو ومسقط الرأس ديالو وعزيز عليه وعنده غيور على المدينة. فعلا العمل السياسي شوية يعني وليد شوية الوراء، ولكن باقي فريد مؤمن في مدينة بركان كينشط في العمل الجمعوي، وكاين مجموعة ديال الجمعيات اللي كنشطوا فيها، يعني جمعيات خيرية، جمعيات كتساهم في بناء المدينة والاهتمام بالشريحة الفقيرة والشريحة الضعيفة. وغادي نشوف في السياق ديال الكلام وغادي نهضروا على هذا الشيء بالتفصيل. سي فريد، سنة 2014 عرفت الاستقالة ديالك من حزب التجمع الوطني الأحرار. يعني كاين من الصفحات اللي هضروا قالوا بأن السبب كان أنه تنكر ديال السيبيرو لأبناء المدينة، وكاين يعني احتجاج على احتجيتو على أسميتموه إملاءات فوقية من طرف سي أنيس، وكاين يعني بعض الأمور التنظيمية داخل الحزب، يعني بعد طرد بعض المناضلين المعروفين من الحزب، ويعني واش ممكن تقول لنا على هذيك الفترة واش موقع بالضبط؟ فعلا باش هذا الموضوع تطرقنا فيه الكثير، اللي خص يعرفوه الاخوان اللي كيتبعوا هذا تبعوا العمل السياسي مدينة بركان، بان خصهم يعرفوا بان فريد مؤمن كاين بالناس اللي وقف حزب التجمع الوطني الاحرار ببركان. في الوقيته اللي كان السي مصطفى المنصوري الرئيس، السيد مصطفى المنصوري اللي كان رئيس جمعي الرئيس ديال التجمع الوطني الاحرار، كنت في انا ذاك الوقت كنت واجه مدينه الناظور بحكم الوظيفه ديالي، كنت مدينه الناظور. طلب بي السيد الرئيس باش نوقف الحزب التجمع الوطني الاحرار مدينه بركان، وفعلا كان بمعيه المرحوم هداوي عبد الرحيم. في هذه المناسبه كان ندعو له بالرحمه وربي ان شاء الله يكون من 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 اهل الجنه، وبمعيه السي بن طه فريد، احنا الثلاثي اللي وقفنا حزب التجمع الوطني الاحرار مدينه بركان. عاد من بعد جا انيس بيرو، جا باش يترشح في الانتخابات البرلمانيه 2011. احنا جانا اطار وزير مهندس، قلنا لما لا هاد الشخصيه هذه نقدموا لها الدعم ونوقفوا معها. تعطات له التزكيه في الانتخابات البرلمانيه وحنا وقفنا معاه، يعني كان السي بن طه فريد كان ساحب مشى للحزب العمالي، بقينا انا وهداوي عبد الرحيم خدامين معاه. وها كتشوفوا هذا المنزل اللي كنت واجدوا فيه دابا كان يعتبر مقر ديال حزب التجمع الوطني الاحرار، جميع الاجتماعات كندير هنا في الدار ديالي، يعني كان واحد النكران ديال الذات. من بعد بقينا كنوجدوا الانتخابات البرلمانيه بواحد الشكل، يعني بواحد الشكل، يعني واحد المجهود كبير. انايا كنت كنتوج مدينه الناظور في هذيك الوقيته، يعني ضحيت بالمسؤوليه مدينه الناظور وانتقلت لبركان باش نعاونوا انيس بيرو باش يكون برلماني ديال المنطقه باش يقدم خدمات للمدينه. وهذه يعني كنا طامعين في خير المدينه. اللي ما يعرفوش الاخوان، ودابا غادي نصرح بها اول مره في هذا الموقع ديال بركان 49، وان في واحد اللقاء كان في الرباط كان يتواجد فيه فوزي القجع والنجم الهبيب وانيس بيرو والحوات، مجموعه كانوا يتواجدوا، كنا نوجدوا اللائحه اللي غادي تكون مع انيس بيرو. كان الاسم ديالي مطروح بقوه باش نكون انا الزوج ديال انيس بيرو. انا ما بغيتش نكون ديال انيس، ما بغيتش نكون الزوج، لان انا اللي عندي غادي نضيفه لانيس. كنت كنقلب على اسم اخر اللي غادي يعطي واحد الاضافه للحزب ديال لائحه حزب التجمع الاحرار. سي انيس بيرو كلفني، وكنت انا هو المسؤول على الحمله، انا المسؤول على الاداره، المسؤول على العمل ديال الحمله بصفه رسميه. حاولت في هذيك اللحظه هذيك ندير دراسه فين عندنا ضعف في الحمله الانتخابيه، لقيت بان عندنا مذاق والسعيديه واحفير ضعاف. بقيت كنفكر في شي اسم اللي عندي في مذاق، جا في الذهن ديالي الاسم ديال بكاوي عبد الملك. هذا بكاوي عبد الملك كان يقرا معايا في الاعدادي وعرفته بالناس ديال مدينه مذاق. اتصلت به مباشره قلت له السي بكاوي واش تقبل نديرك الزوج في اللائحه؟ هو تفاجأ، قال لي شرف كبير. قلت له السي بكاوي غادي نديرك الزوج في اللائحه ديال الاحرار.
السيبيرو ما كيعرفوش، حتى واحد ما كيعرفو. انا علاش اخترت السيبكاوي؟ لسببين. السبب الاول اختاريته لان باش يعطيني اضافه في مداه في السعيديه، لان انا خصني ننجح، لان هو العمل ديالي خصو اني سيفوت. وثاني حاجه اقتصد المستوى الدراسي ديالو، يعني باش يكون واحد الزوج ديال في اللائحه خص يكونوا اوتور باش يعطيو اضافه لمجلس النواب، يعطيو الاضافه للاقليم. وفعلا اتصلت بالسي انيس قلت له دبرت لك الزوج فوالا، وكان من بعد تلاقاو هما وياه وتعرفوا هما وياه، وكان السي بكاوي كان راه كنت رافضوا الشيء اللي وقع. من بعد جابوا الله التيسير وطلع نائب برلماني. من بعد هذا الشيء اللي وقع ديال 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 الاخر، بديت انا في هذيك الوقيته في هذا الدار اللي كانوا جالسين فيها السي انيس بيرو، رجع عندي الدار هنايا بروبوز عليا باش نلتحق معاه الوزاره. قلت له لما لا، ولكن الشر ديالي واش هو؟ نتواجد معاه في الوزاره ولكن نخدموا العمل السياسي، نخدموا المدينه، ولكن في الدور ما كتعطروش الاملاءات. لو كان فكرنا في المناصب، لو كان كنت انا زوج في اللائحه، يعني ما فكرتش في راسي، ولكن كنفكروا في الناس ديال المدينه. السي انس كنعتبرو انا بالنسبه ليا اخ وصديقي، لان شويه بالعائله وكنحترمو وكنقدرو، ولكن كنختلفوا في الافكار. يعني في ان وزير، ولكن فالمهم ماشي سي بوردوني ديالو، حتى انا عندي افكار وعندي كذا وهادي، وكنت عضو مجلس وطني. انا ما كنشوفش نصفق، انا ما كنصفقش، انا عندي افكار كنطرحها وكندافع عليها بقوه، وما كنوليش اللور، ماشي بالنوع اللي انتهازي خصو يوصل ويركع والاخر. هادي ما عنديش انا هاد المبادئ نهائيا. اختلفنا على شي امور بسيطه جدا، ربما راكم تبعتوها في الاحداث، وهو ان واحد البرنامج دوزو تيجيني محمد في تي في ماروك كيهضر على رشيد الطالبي العالمي، مغرب تي في. داك مغرب تي في و مغرب تي في هو اللي اثر الفيديو. هذاك الفيديو واش فيه؟ الفيديو انتقد سي مزوان. لا باش تعرفوا مزيان هذا الموضوع، باش الاخوان، لان شحال من واحد ركب على هذا الشيء وقالوا فالمهم راه جراو عليه، راه قبضوا عليه كذا، قبضوا عليه. راك عارف حنا البنات ديالنا كنحاربوا بعضياتنا، هذا هو الخطا اللي فينا حنا في بركان. حنا في بركان، انت بركاني خصني نحاربك. واحد كيجي من برا كندافعوا عليه ونوقفوا وندافعوا عليه. شحال من واحد ما كيعرفنيش كيحكم عليا حكومي هكاك. واش توقع بكل تفصيل؟ سي محمد تيجيني في تي في ماروك دار برنامج خاص على البرلمان المغربي. هذيك الوقيته هذيك غادي ترشحوا جوج الناس، جوج اوتوم الاحرار. ترشح سي مصطفى المنصوري وترشح الطالبي العالمي. سي محمد تيجيني كيهضر على المؤسسه البرلمانيه وكيهضر على الاشخاص اللي تقدموا. نقد رشيد الطالبي العالمي، قال بعض الامور في حق رشيد الطالبي العالمي. وشكر سي مصطفى المنصوري. دونك انا محسوب على السي مصطفى المنصوري. واش قالوا؟ قالوا بان فريد مؤمن هو اللي مد المعلومات للتيجيني. وكبرت القضيه وكذا. وانا في ديك الوقيته انا اللي كنت مسؤول على الحزب ديال التجمع الوطني الاحرار هنا في بركان. انا كان عندي حزب مستوى عالي، كنت خالق الجمعيه ديال الحمامه، وداير الاعلان، وداير ومشجع الرياضه، مشجع كذا، كل شيء. هذا الشيء مستقطبه في الحزب بحكم اننا كان عندنا تي في ما كانت عندنا كان عندنا واحد الموقع سميتو احرار بوان ما. هذاك الفيديو فوتنا في احرار بوان ما. انا من عيط لي السي انيس، كان في لندن، قال لي فريد راه كاين واحد البرنامج دوزته وكذا. قلت له السي انيس ما فيهش عيب، بالعكس هذا راه كينقد الحزب في واحد الاتجاه ايجابي، ما فيش ضرر. انا لو كنت كنقد هذا مناضل معايا نقول راه كان فين غلط، خصو يخصو لا كنا حنايا سياسيين خصنا نعترفوا بالاخطاء ديالنا، يعني ماشي عيب. السي انيس تفرضت عليه وكانت عليه بعض الامور وكذا. انا ما نبغيش الاملاءات. فهذيك الوقيته فعلا انا تسرعت شويه، تسرعت لان ماشي تسرعت انني غلط، يعني لان العمل السياسي كيبغي شويه ديال الهدوء، يبغي شويه ديال التفكير، يبغي كذا. انا الطبيعه ديالي كنفعل كنفعل، ولكن من كنكون على صواب وما بغيش حد يفرض عليا شي حاجه. صيفط للسي انيس قلت له اسمع السي انيس، جو ديميسيون، قلت له استقيل من من المستشار عندك في الوزاره. استقلت من الوزاره وجمدت العضويه ديالي، جمدت العضويه ولم استقيل من حزب التجمع الاحرار، رغم ما كانت بعض كيقولوا بان في الاستقاله ديالو هذه وهذه. جمدت العضويه ديالي وهما كيبغيو يفهموها استقاله ولا تجميد، انسحبت بهدوء وكذا. والتحق العمل ديالي، انا اطار في وزاره الماليه، التحق العمل ديالي. ومن بعد واش وقع باش تعرفوا هذا الشيء مزيان؟ وقع انه في هذيك الوقيته كانت الانتخابات ديال الجامعات المحليه، انايا خصني نساهم في المدينه ديالي وكذا. اتصلوا ليا بيا الاخوان ديال العداله والتنميه، احنا مجموعه، ماشي فهاد المهم اللي نسحب بوحدو، مجموعه من الاطر ديال حزب التجمع الاحرار نسحبوا، بما فيهم نقيب ديال الصيادله، بما فيهم مجموعه من الاطر. اتصلوا بيا السي يوسف،
سي يوسف ديال حزب التجمعات ديال العداله والتنميه، عفوا شكون يوسف؟ وكيلي. وكيلي وكيلي مشينا استقبلونا الاخوان في حزب التجمعات، فرحوا بنا وكذا وهذه وهذه مزيان، وحنا بغينا نعطيو الاضافه لحزب العداله والتنميه، يعني ما يهمش خصهم من الاطار السياسي اللي راك خدام فيه، هذاك راه اطار سياسي، ولكن العقليه راه هي اللي كتعطي القوه للحزب. باش كل لباسوها فوالا هذه هي. الور حنا ملي التحقنا لحزب العداله والتنميه التحقنا، ولكن باش نخدموا معاهم باش نوقفوا المدينه ونطلعوا الاطر. اللي وقع هما عندهم القانون الداخلي ديالهم، انا كنشوف فيه انايا انا القانون الداخلي ديالهم عمره ما غادي يطلع الاطر، غادي يطلع هذوك الانسان اللي راهم مناضلين تما واللي عندهم الناس يصوتوا عليهم، الاطر ما يطلعوا. انا من جهه اللائحه ديال المجلس ديال الجماعات المحليه، مجموعه من الاطر ما طلعوهمش، مش انا ما طرحتش الاسم ديالي، ولكن طرحت بعض الاسماء، يعني هادو خصهم يكونوا اضافه للمجلس البلدي اللي التحقوا. لا راه هما طرحوا واحد الفكره، قالك لا حنا عندنا القانون الداخلي خصو يخضع للتصويت، الماضي يصوتوا، اذا عمرهم ما يطلعوا هاد الاطر. علاش؟ لان لا دخل اطار جديد، وهذاك المناضل ديال حزب التجمعات ديال العداله والتنميه ديجا قاعدين في الحزب ديالو، وهذوك الناس اللي راهم مسجلين تما غادي يصوتوا على هذوك، غادي يصوتوا على هذوك اللي قدام، عمرهم ما غادي يصوتوا على هذوك اللي دخلوا جداد. كتقول بانه يعني حزب العداله والتنميه ما كيصنعش كوالي، ما كيصنعش قيادات. دابا علاش دابا المشكل مطرح عندهم على الصعيد الوطني؟ هي دابا الحكومه اللي خرجت ما عطاولهمش حقائب مهمه، ما عندهمش الاطر. انا قلت هذا السي الازمي، السي الازمي جلس عندي في الدار هنايا وجلسنا اونصوب، طرحت له المشكله ان العداله والتنميه خصهم ينفتحوا على الاطر. فين كان دابا الاقوى حزب العداله والتنميه؟ هو في تركيا. في تركيا اردوغان كيختار الاشخاص اللي غادي يقدموا في اللوائح. دابا المشكل اللي راه مطروح بالعداله والتنميه هنا في البلاد ديالنا حتى على الصعيد الوطني في الحكومه ما عندهمش الاطر. دابا هو دابا حقائب وزاريه، الحقائب الوزاريه المهمه داتهم حزب التجمعات الاحرار، واش داوهما؟ يعني الحقائب اللي مهمه ديال القطاع ديال الماليه والصناعه والتجاره داوهم احزاب اخرى، هما داو حتى شي حاجه. علاش؟ ما عندهمش الاطر، خصهم ينفتحوا على الاطر. ملي كتنفتح على الاطار تجيبوا عندك، ولكن قدموه، خصك ترغبوا باش تقدموا في اللائحه، سواء الجامعات المحليه سواء البرلمانيه، وهذه هذا هو المشكل اللي مطروح في الاخوان ديال العداله والتنميه على الصعيد المحلي. هما فيهم الناس نقيين وطيبين وكذا باغي يخدموا، ولكن انا كنتاسف كاين بعض العناصر اللي في المجلس ماشي ضعاف، يعني التكوين شويه. حنايا دابا واش كنطالبوا؟ دابا كنطالبوا ان المجلس خصو يكون قوي، باش يكون قوي بالاطر بالكفاءات وفي نفس الوقت الاخلاق. اذا هذا هو اللي بغيت نوصل لكم، ومن بعد الاخوان ديال العداله والتنميه نكمل بعدا في النقاش ديالي في النقطه ديال قضيه الاستقلال. من بعد العداله والتنميه، انا جلست مع السي القاوري مرارا، جلسنا انا وياه، طرحت له الفكره، قلت له كنا ناقشوا عندي هنايا، قلت له السي القاوري خصك تنفتح على الاطر. قلت له الاطر مهمين في المجلس، هو طرح لي المشكل هذا العائق ديال القانون الداخلي ديالهم، لان صعيب بزاف باش ينجحوا فيها يطلعوا فيها الاطر اللي يلتحقوا جداد الحزب. اذا بيني وبينك انا تحت الموقف ديالي قلت لهم اسمحوا لي، قلت له اذا انتوما بحالكم بحال الاحزاب اخرين، ما كانش اختلاف، يعني حزب منظم مزيان مهيكل مزيان، ولكن غادي توصلوا لنا في المسؤوليه الناس على قد الحال. جبت راسي قلت له غادي نبقى، وعدتهم بان الصوت ديالي غادي نعطيه الادله والتنميه، وعدتهم بان الصوت ديالي غادي نعطيه الادله والتنميه. في هذيك اللحظه هذيك اتصل بيا سي مصطفى، رئيس ديال جبهه القوى الديمقراطيه، هو راه ابن مدى، قال لي خصك تعاونني في اللائحه ديال الحزب ديال جبهه القوى الديمقراطيه. اتصل بيا سي محمد بوتشيش اللي كان هو المسؤول هنايا على، وسي السعيدي الرئيس ديال البلديه ديال مدى، قال لك توقف معنا على الصعيد المحلي. انا كنشوف بان يعني الاطار السياسي كيبقى فيه واحد العمل اللي تنشط فيه. الور اتفقنا مع مجموعه من الاشخاص وهذه وهذه، درنا لهم اللائحه ديال جبهه القوى الديمقراطيه، ومشينا هذوك المراتب الاولى، مشينا التجئنا للكفاءات والاوتور. ملي كتنزل الساحه السياسيه فوق الحمله الانتخابيه عالم اخر، عالم اخر. واش خصها دير بلادنا؟ انا من وجهه نظري خصها تستثمر في الموارد البشريه، خصنا نانفيستيو في ريسورس هيومان، هذا هو المشكل اللي عندنا. تعرف في الحمله الانتخابيه كتولي تعالج مشاكل اجتماعيه ديال المواطنين، يعني بناء 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 البشر مشكل عندنا. مشكل انا نقول لك المشكل اللي عندنا هنايا، الحمله الانتخابيه كتخوف. دابا كتلتجئ دابا انت يا باش تقول له ودي هو البرنامج ديالي، انا باغي نخدم لا يهمهم الامر، بلا ما نقول يعني كتلقى المواطن مسكين اللي غادي يصوت، كتلقى مسكين كيقول لك كيناقش مشاكل ديالو،
كيناقش يقول لك راه قطعوا عليا الظلمه، كيقول لك اسيدي راه عندي المراه ديالي كتولد، راه تولد في هذاك اليوم ديال الانتخابات، كاين الدواء، كاين اللي عنده مرض كتولي تعالج مشاكل وكتجي دير الحمله. يعني الحمله الانتخابيه يعني كما نقولوا ولات وسيله باش انه المواطن يتقرب من السياسي ويحلوا المشاكل ديالو. صعب جدا، لان علاش؟ صعب جدا غادي نقولوا غدوه ولا السنين اللي جايه غادي نطلعوا كفاءات واطر المجلس البلدي. علاش؟ انا من غادي ندير برنامج ديالي، ندير برنامج وهذاك البرنامج كنقسم عليه بان غادي ندافع عليه بقوه، وكتنزل به عند الناس ديال في المدينه، تنزل عند الناس اللي كيصوتوا، كتلقى هذوك الناس لا يهمهم الامر. علاش؟ هذا هو الديفو ديالنا. واش خصنا نديرو استاذ؟ في هذه الساعه هذه خصنا نقريو ولادنا ونشبعوا ولادنا ونخدموا ولادنا باش ما نخليهمش العرضه للبيع والشراء، باش غدوه ما تقصد شي واحد كتقولوا البرنامج ديالها كيفاش يصوت عليك وهو مقتنع وهو فرحان ما كيستناش المقابل. اذا مشينا بهذه الطريقه هذه غادي عمر ما نوصلوا الاطور وكذا والمسائل، يعني غادي يبقاو الانتخابات، انا كنشوف وجهه نظري كيبقاو الانتخابات مجرد يعني لعبه سياسيه شكليه. الانتخابات في مدينه بركان قيل ويقال انها كانوا العديد من كاين اللي يقول لك شروا السلطه، كاين اللي يقول لك شروا المواطنين، يعني كتهضر الانتخابات الجامعيه ولا الانتخابات البرلمانيه؟ البرلمانيه. انا الانتخابات البرلمانيه بالمناسبه تواجدت في مدينه بركان، مشيت انايا كنت مدير الحمله ديال السيد مصطفى المنصوري، وصراحه الناس ديال الناظور واقليم الناظور كيختلفوا على الناس ديال بركان. الناس بعدا تما الناس شويه واعيين وكذا، والناس يعني انا في الحمله شفت بعين هي الفرق كبير شاسع بين الساكنه ديال اقليم بركان والساكنه ديال اقليم الناظور. الناس تما كيامنوا بالشخص، كيامنوا بالاطور، كيامنوا بالكفاءات، ويعني وكاين القبيله، فعلا القبيله اللي عندها واحد الدور كبير وكذا. ولكن بالنسبه للانتخابات البرلمانيه ديال بركان ما تواجدتش فيها، تبع يعني ابتعدت على الاخر المجموعه ديال الاعتبارات، لان عندي مجموعه ديال الاصدقاء ديالي، يعني السي القاوري، وكاين السي رئيس المجلس البلدي السي الابراهيمي، وكاين السي الكاوي عبد الملك، وكاين السي السعيدي، اصدقاء ديالي. ما بغيتش نتواجد مع شي واحد باش ما يقولش فهاد راه كيأثر هي مع هذا مع هذا. يعني كمقارنه بين الحمله الانتخابيه ديال السي مثلا اللي خدمتي فيها ديال السي انيس بيرو والحمله الانتخابيه ديال السي المنصوري، يعني واسمو الفرق يعني الاساسي؟ انا غادي نهضر معك بصراحه. في الوقت ديال الحمله ديال 2011 مع السي انيس بيرو، انا كنت مدير الحمله وكنت متكلف بجميع الاجراءات. إيه هو انا كنت متكلف ما هو اداري، ما هو تنظيمي، ما هو كذا. كان السي انيس بيرو كان جامع مجموعه من الاطر مدينه الرباط اللي متكلفوا لنا بالاخر، يعني راه ضروري خصك تكون كتستعمل المال فيما يخص، ماشي يعني في شراء الذمام ولا شي حاجه، لان باش تخلص المراقبين تخلص كذا، داك الشيء داخل في المسائل. السي فريد في ديك المرحله يعني كانوا شي اخبار بان السي انيس بيرو تعاملوا معه المسؤولين والاداره، لا في العماله لا في العديد من الادارات، على انه احسن يعني اكثر واحد اكثر من الاخرين، يعني عملوه يعني بالفرزيات. شوف انا بالنسبه ليا، لان هو حنا قسمنا العمل، هو كان قابض اون بارتي، انا قابض اون بارتي. انا بالنسبه لي هذا على راسي، انا هذيك الوقيته حنا درنا واحد الحمله نقيه بزاف، مش اللي كنشوف انا بعين اللي كنت كندير انايا، لان لا اؤمن بالمال، انا ضد الاموال وضد شراء الذمم. اما الانسان ينجح يعني بالكرامه وينجح يعني بالاخر بقيمته بشخصيته حتى ما يبقاش انسان الاخر. هذا السؤال اللي طرحته انا كنشوف، ما نقدرش نجاوبك على هذا السؤال، ونقدر نقول لك بان لا اظن، لان كان الاحزاب الاخرين كانوا يراقبوا، وكانت واحد النوع ديال المراقبه. وكنلقاو احتجاجات يعني امام العماله من حزب الاسره والمعاصره انذاك، يعني بانه بالضبط كان وقع الاحتجاجات على السي انيس بيرو اللي يعني كيقول لك يعني تعاملوا مع التفاضل، يعني هو احسن من والله ما عندي فكره على هذا الشيء. يعني نجاوب بصراحه، يعني في هذيك الوقيته هذيك انا تفاجات من الاحتجاجات ديال الاخوان، وهذه ها هو احتجوا، ها هما دابا وصلوا للبرلمان، غادي نشوفوا واش غادي يديروا. اوا دابا شحال الناس ما فاهمينش المؤسسات التشريعيه. المؤسسات التشريعيه ماشي كنقولها، راه انا كاع الاخوان شحال الاصدقاء ديالي كنتمنى لهم الخير. المؤسسات التشريعيه واحد العمل كبير اللي فيها لجان، وهذوك اللجان باش تدخلهم تخدم فيهم خص يكون عندك تكوين عالي، تتقنوا اللغه العربيه، تتقنوا اللغه الفرنسيه، وتتقنوا بعض اللغات. وكاين برلمان فيه مؤسسه يعني فيه دبلوماسيه، يعني خصناش نتهافتوا وندرس باش نمشي على باش نوصل للمؤسسه البرلمانيه باش نعمل مشاريع ويضربوا بقوه.
كتشوف مدينة بركان كراهة دايرة مقارنة بمدينة وجدة. لا شيء لا شيء مدينة، ونهضروا بصراحة. دابا لكن هذا البرنامج ديالكم غادي في هذا الاتجاه على الغيرة على المدينة، نهضروا على المدينة. واش كاين في المدينة؟ ما كاين حتى شي حاجة. لا مشينا أبسط حاجة اللي راه كطرا، نمشي المشكل ديال الباطوار. الباطوار ماشي يتصاوب. إذا لكان هذا المجلس البلدي قوي وعنده الإمكانيات يمشي يصاور الباطوار، الناس فين كتاكل اللحم فين تاكل كذا. وخصكم تتصلوا بالامين ديال القزاره سي فؤاد الناصري ويعطيكم بعض الحقائق، بان ما نمشوش بعاد، نمشيو مثلا هذه القطع الارضيه اللي كانت متواجده في مدينه بركان ديال الناس اللي لاباس عليهم وفي التالي جزئوهم. علاش هذوك القطع ما نديرهمش فضاءات؟ يعني سواء فضاءات ديال فين يلعبوا الدراري الصغار ولا دي جاردا، كلشي تبنى في مدينه بركان. اعطيني شي فضاء فين يلعبوا ولادنا. ما كاينش فضاء فين يلعبوا ولادنا، كلشي كيتبنى في مدينه بركان. يعني ما كانش اراده سياسيه. ما كاينش. قول لي دابا حنايا في قصه الحد، فين كنمشيو؟ كنمشيو لسيوله ولا كنمشيو لوجده؟ عندنا فين نمشيو في بركان هنايا؟ كاين شي فضاء، كاين شي بيسين. ها هو المسبح ما عندناش المسبح. الناس كتمشي للناس اللي مرات بالظهر اللي كي مثلا الطبيب كيعطي الوصفه خصو يدير لا بيسين المسبح، كيمشي حتى لوجده ولا الناظور. حنا ما عندناش. علاش ما نديروش هاد المرافق؟ علاش ما تكونش عندنا محطه طرقيه؟ اجي عندنا شي محطه طرقيه. حنا المدينه اللي ما عندناش محطه طرقيه. هو دابا في كرة القدم عندنا فريق كبير وكذا والمسائل وهذه خصها تكون بالميل المشاعر الموازاة مع كرة القدم والرياضة، لأن كنستقطبوا الناس من برا كيجوا عندنا ضيوف. إذا خص تكون عندنا محطة طرقية في المستوى. ما عندناش محطة طرقية، عندنا حي صناعي. سير دابا الأحياء في المدينة كلهم كراجات ديال لا ميكانيك ولي سودور والتقرقيب، وسير بني حمزة هذاك ماشي بني. إذا خص يكون عندنا حي صناعي فين هاد الناس ننقلوهم تما. إذا ما عندناش. إذا شلا هاد المسائل. إذا خصنا باركات. شوف راه البرلمان راه سي با ان بريستيج. شوف راه في التالي غادي نتحاسبوا امام الله، لان هذه مسؤوليه. راه هذا العمل اللي راه هو دابا الاخوان اللي راهم في المجلس البلدي، انا ماشي كامل من الاخوه، راه اصدقاء دياولي وكنتصل بهم، ولكن خصهم ينوضوا يعريو على كتافهم وينوضوا يخدموا باش الناس راه صوتت عليهم ودارت فيهم الثقه، خصهم ينوضوا يخدموا. سي فريد، كنت واحد المره دونت قلت بانه ستمر 6 سنوات من عمر هذا المجلس أن تبين المجلس الجامعي لمدينة بركان كلها في المشاهدات والقيل والقال والسب والشد. يعني واش يعني أنت متشائم المجلس الجامعي ديال مدينة بركان، متشائم أنهم غادي يقدموا والو ولا يعني باش تدخل الفكرة؟ أنت دابا راك في هذا الميدان، راك في عمل، راك صحفي وراك كتحضر معاهم في الدورة، تحضر كذا. أنت واش كتشوف؟ كتشوف بأن فعلا كاين شي حاجة؟ أنا الشيء اللي كنسمع بأن راه كاين المشادات والصراعات. هذه واحد المده سمعنا واحد المجموعه بغاو ينسحبوا. لا راه رجعوهم قضيه استقاله فوالا رجعوهم. سمعنا واحد النهار واحد السيد راه نجح مستشار، لا خسروه راه يطلب الورقه ديالو وكذا. سمعنا بان يعني واش كتسمعوا؟ يعني هذا الشيء اللي كتسمعوا في مدينه بركان، يعني واش عمرو شفنا يعني في الدوره بان طرحوا شي مشروع دافعوا عليه بقوه وكذا؟ وسمعنا احنا ماذا بينا انا مستقل الرئيس المجلس البلدي السي الابراهيمي، انا جلست معاه قلت له السي الابراهيمي هو انسان طيب وبغى يخدم وعنده نيه حسنه، وبهذه المناسبه كنشكرو وكنحييه، ولكن خصو يعني ينفتح للناس اخرين، يدير دي كونسي مستشارين برا، ماشي بالضروري يكونوا بالمجلس، ماشي بالضروري يكونوا الناس مستشارين معاه في المجلس، يكونوا مستشارين معاه يكونوا خارج المجلس، يستشر الناس اخرين، يشوف المشاكل اللي بغا يدير ويفرض القوه ديالو في المدينه. راه رئيس بلديه رينا غدوه غادي يتحاسب، خصو السيد ابراهيم ينزل بقوه يدافع المشاريع ديالو كذا. حنا ماذا بينا؟ حنا كنفتخروا بمدينه بركان. انا دابا حاليا راني موظف في مدينه وجده، راني في اداره ديال الضرائب وجده، ولكن باقي ساكن بركان. كنمشي ونجي، ولكن كيجي واحد الوقت اللي غادي نمشي نستقر في وجده، لان علاش؟ فيها جميع الشروط والضروريات ديال الحياه اللي غيتوفر المعيشه مزيانه لولادي. عطيني واش كاين في بركان؟ ما كاين والو. وفعلا داك الشيء الكلمه اللي قلتها هو بان هذا المجلس غادي يفوت في المشدات، لان انا كنشوف وجهه نظري وماش باش الاخوان ما يفهمونيش غلط، يعني مجلس غير متجانس كاحزاب سياسيه، هو كتحكم على فشل التحالف غير متجانس، لان البا مع العداله والتنميه ما متفاهمينش على الصعيد الوطني، ما متفاهمينش كذا، يعني النقيض، وكيجي يديروا التحالف في مدينه بركان. ما يمكنش افكاره تختلف بيناتهم. درنا حوار مع سي القواري قال لك بانه لحد الان يعني التحالف يعني ناجح. يعطيني باش ناجح بالسلام باليد والتعناق ولا وتصاور ولي فوتو باش ناجح. ايوا يعطيني باش ناجح.
خصو يفهم الناس، لان انا كمواطن دابا كنهضر كمواطن، انا ماشي تسيل القوري ولا تسيل الابراهيمي، هما كاشخاص ناس طيبين ذو اخلاق عاليه، ولكن دابا في التسيه شيء اخر. التسيه راه تمشي لدى الاكراهات كتفرض عليك. نقدر انايا كنتجنب المشاكل معاك ونطرب، ولكن شوف ما هو ما خفي. وش يعني كاين هذا المشكل ديال انه الناس ما كيفرقوش ما بين ما هو شخصي وما هو عملي. يعني كما كتقول السي فريد ان السي ابراهيمي مزيان، السي قوري مزيان كاشخاص، ولكن ملي كنجيو نحكموا عليهم يعني نحكموا عليهم كعمل كميدان كهذي. يعني شوف انا غادي نعطيك واحد تجربه دارت في مدينه تطوان. مدينه تطوان المجلس الجماعي اللي داز كان يسيروا حزب العداله والتنميه. انا طرت شويه على هذوك الناس وكندور واحد لا تورني في المغرب وداروا. شوف المجلس الجماعي ديال مدينه تطوان، يعني شكون اللي كيسيروه؟ اطر عليا، دكاتره، باحثين جامعيين. الطرف العمل اللي داروا في مدينه تطوان عمل كبير وجبار. اول عمل داروا هو انه بالحي الاداري في وسط المدينه نقلوه باش ما تكونش الاكتظاظ وهذا، فهمت؟ يعني داروا واحد العمل كبير. اي المدينه ديال تطوان دابا يعني صراحه كتشوف فيها بان المجلس كاين البصمه ديالو، اذا هذا الشيء اللي بغينا نشوف في مدينه بركان. اذا هما كاشخاص هما اصدقاء ديالنا ورب العائلات ديالنا، ولكن كي قلت ما هو شخصي راه شخصي، ولكن اخويا راك في المجلس انك تحاسب، لان هذاك الشيء راه كتسير بالاموال ديال الشعب وراك مسؤول عليه. ما قدرتش تسير اخويا ما تدخليش في المجلس، ما قدرتش تطرح الافكار ديالك ما تدخلش المجلس، ما قدرتش المشاريع ما تدخلش المجلس. اذا نهار اللي كنت كدير الحمله الانتخابيه راه كنت كطرح برامج، غادي ندير المحطه الطرقيه، غادي ندير الكهرباء ديال المدينه، غادي نصوب الطرقه، ندير كذا. اذا اخويا خصك تحطهم. اذا دابا شحال دابا من مره ضربه فايته شي عام وشي حاجه؟ اكثر عام ونص. اذا فين كاين هذه المشاريع؟ فين كاين؟ ما كاين والو. نهار شفنا كيعدوا واحد الطريق يديروا لها الزفت، نهار اللي دار هذاك الماراثون بقاو يعدوا تمزقوا كيبنتروا الطريق. بالحديث ديالنا على نصف الماراثون الدولي لمدينه بركان، كنت قلت بان يعني تنظيميا كان فاشل جدا جدا جدا. لا ما قلتش تنظيميا كان فاشل جدا. لا لا لا. شوف بعدا بالمناسبه انا السي هشام الكروج بطل عالمي، حنا كنعتزوا به ونفتخروا به كناس مدينه بركان، وصراحه انا فين ما جلست شي بلاصه كنهضر في الكلمه الطيبه في اسم هشام الكروج. وكنت في الرباط جبت في واحد اللقاء كيقولوا بان ما كيدير الخير ما كيدير والو، هشام الكروج كيدير الخير. نهار اللي كنت كنت مدير ديال كره القدم سلمت واحد المبلغ مهم عاون به كره القدم، سلمته بيدي. انا ملي هضرت على التنظيم خصك نعطيك واحد الحقائق باش تعرفوها. مزيان نديروا هاد التظاهرات الرياضيه ولكن ما نسدوش الطرقان. انا في هذاك اليوم الاحد ماشي كنهضر راسي، مجموعه ديال الاخوان انا بغيت نخرج من مدينه وجده ما قدرتش نخرج. مشيت ملي قالوا لي مسدود، اللي الطرقان مسدودين. اذا خلي انا غادي ننظم انا هذه التظاهره الرياضيه. غادي نعلق مثلا واحد البلاكه في المدينه وكندير الطرقان اللي راهم مفتوحين واللي خرجوا، باش انا نجي كمواطن ولد المدينه بغي نخرج كانت تضيق على طريق التنقل. انا ما خرجتش مدينه بركان ما خرجتش من 12 ونص وفي الطريقه ديال السعيديه. انا واش قلت؟ قلت اودي بان هاد التظاهرات الرياضيه خص يكون واحد التنظيم وعقل. مزيان نديروا هاد التظاهرات الرياضيه ولكن ما نسدش الشرايين ديال المدينه، ما نسدهاش، نخلي من يفوتوا كذا الناس باش نخلي الناس كيجيو دي زيترونجي كيفوتوا من الطريق لقاو كلشي مسدود. انا الاخوان ديالي الاصدقاء ديالي في وجده جاو من الناظور ما قدش يفوتوا وجده شحال من واحد. انا ما قلتش التظاهره فاشله ولا قلت التنظيم خصو يكون معقلا وخصو يفكروا به قبل، ماشي انا غادي ندير تظاهر نسد كاع الطرقات. وياخذوا بعين الاعتبار مصالح المواطن. فوالا. السي فريد كانت عندك تجربه في التسيير ديال فريق كره القدم وتجربه عاوتاني في التسيير ديال المكتب ديال كره اليد، يعني تقدر تكون عندك التجربه وشنو قدمت في ديك؟ كانت عندنا تجربه في كره اليد النهار اللي طلعت الفريق طلع البريمير ديفيزيون ديال كره اليد. كنا مجموعه من الاشخاص، كاين سمير دادي، كاين سي جديني مصطفى، كاين الاخ شاكيب زريوحي، وكاين حمو عز الدين، وكاين بن طه فريد معنا. كنا خدامين كمجموعه، كنا ما مهمش هذا رئيس ولا هذا كاتب عام ولا كذا، كنا حنا كمجموعه كنا كنتكلفوا باش نجيبوا الفلوس. وطلعنا فريق في مستوى عمر ما ناقشنا يعني هدف فلان ولا هدف فلان، كنا نضحيو ببعض، كنا كل واحد كيضحي يعني بالقدر المال اللي عنده يعني. وفعلا وكانت كره اليد في مدينه بركان كانت ناجحه وكانت واحد الاستمراريه استمر سي سامر وكذا. المشكل اللي مطروح عندنا في بركان ونقولها دابا بصراحه،
كاين مجموعه ديال الناس اللي مهتمين بالرياضه، بعض المواطنين كيشوف سي سمير يقول له اه سي سمير دادي راه ماشي في المستوى، راه شفار، ولا جديني مصطفى راه كذا. راه تعرف بان هادو قلال عندنا هاد المسيرين، لا مشينا نحاربوهم بهذه الطريقه هذه راه ما كاينش اللي غادي يسير دابا. هو دابا خير دليل سي جديني مصطفى، وكنحييه في هذه المناسبه، سي جديني مصطفى سير كره اليد وسير كره السله وخسر فلوس كبار في كره السله. النهار اللي بغى النهار اللي بغى النهار اللي نسى قد تكون نتائج سلبيه ونسحب، انا يا شفت بعض الاخوان في بعض الفيسبوك كيسبوه. دخلت انا شخصيا قلت المودي ما تحاولش تسبوا الاشخاص. تلقاش ردت عليا واحد السيده قالت لي انت منافق، باش تعرف يعني فين غيتمشي انت مع الناس؟ هما عارفينش زين مصطفى واش عطى كره السله وكره اليد. انا حنا خدمنا انصب ونعرف السي مصطفى راه كان يضحي بماله. راه كنا نديروا لقاءات عندي في الدار، كنا مثلا من كان الفرقه كتعجز من عند الفلوس كنا نديروا ديمي واحد نحطوها رزق ولادنا. في النظر ديالك واش هو الربح اللي عندنا؟ اش الربح؟ كنا الربح اللي عندنا والناس كانت تسبنا. انت مين كتلقى؟ دابا علاش انا كنقول لبعض الاخوان اللي كيكتبوا في الفيسبوك ولا في بعض المواقع وكذا يديروا الاحتياط، راه الناس دابا اللي كيتحمل المسؤوليه في التسيير راه كيخسر وقته ويخسر رزقه، وفي التالي بقى يسمع الكلمه الخايبه. ها هو دابا في كره القدم انا كنت انا اول اللي اسست الاداره ديال 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 النهضريه ديال البركانيه. كان عيط لي السي فوزي القجع وسي رجيد مدرا، وانا اللي اسست لهم في الفريق ديال اسست لهم كره القدم بشكل احترافي، ويعني هذاك الشيء تطوعي، ما كنتش انا مدير اداري. انا اتصل بيا السي فوزي واتصل بيا السي مجيد مدرا، درت لهم الاداره يعني احترافيه، ودرت لهم مكتب المسير، درت لهم مكتب المسير، ولكن عمر ما طلب باش نكون انا مدير اداري ديال كره القدم. ولكن السي فوزي القجع قال لي انت خصك تكون مدير اداري، وكنت بينيفول يعني بدون مقابل، كنا خدامين غاديين مزيانين. ولكن يا اخي واش نقول لك، راه الناس كنت كنتعرض لواحد الحرب شرسه، وكنت في بعض الاحيان انا اللي كنت كنجيب الفلوس في البدايه. كنت والله الا شوفوا نقولها دابا ومسؤول الهضره ديالي، الا كنت نسلف الفلوس على بعض الاصدقاء ديالي باش نخلص بعض اللعابه ديال اكثر هذوك لي جون، وسلفت فلوس على ناس وخلصت انايا 120 مليون درهم دبرتها باش نخلص لوطيل، في واحد لوطيل في الرباط باش تبعتها له تسبيق رزقي. واش الربح اللي عندي؟ ومن كتسمع من بعد يقول لك لا فريد مومن راه وظف الناس معاه في الاداره ديال الاحرار. انا تفاجات بهذا الشيء من درت واحد لونكيت في الاداره، لقيتهم الغالبيه ديالهم ماشي من التامين الاحرار نهائيا، الغالبيه ديالهم ديال العداله والتنميه. وكاين بعض الاخوان اللي دخلوا الاداره بناء على 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 اونتروتيا وكذا، ولقيناهم ناس بسطاء، الناس ما في حالتهمش ولكن كانوا اكفاء. اذا هذه المسائل. ومن كتلقى مثلا نتايا شوف باش باش المهم هاد النقط نناقشوهم. الماتش الاولي لعبنا في اكادير، كنا عاد نستقروا في مدينه وجده. انا ما حضر انا خاطيني لا توني ديال الفرقه وكذا، هذيك الوقيته لا توني ديال الفرقه ما كانتش موجوده. لعبوا بواحد الشورت بيتو زرق، يمكن شي تريكو بيض لا ما نعرف، خسرنا هذيك الوقيته 3-2. من بعد واش قالوا؟ قالوا فريد ممر لعب بالكسوه ديال الاحرار. اصاحبي راه ماشي هذا الشيء، راهي ماشي ضحك، هذا الشيء راه يهبل الواحد. واش دخلني انا باش نلعب بالكسوه ديال الاحرار؟ وكيقولوا بان فريد مومن راه كيوظف تما الاخر السياسه وراه يدير كذا ويدير كذا. شوف نقول لك هذه، واحد السيد دار ان ميساج لمجيد مدرا كيسبني فيه وعايرني فيه، كيقول له هذاك السيد راه غادي يوظف هذاك الميساج. انا نقراوه هنا والسي مجيد مدرا كقرينا هنا والسي مجيد مدرا، وعيطت للسيد انا، هو كيعتقد بان انا مجيد مدرا. قلت له هذا السيد وهذا السيد مهم في المدينه بلا ما نقول الاسم ديالو، واش كيقول عليا؟ راه فريد مومان راه كي هذاك الكره تما راه يدير بها السياسه وراه يدير بها كذا وراه يستغل وكذا، وشي كلام خطير وراه كيسرق وراه كذا وراه كذا. انا السيد من عيطت له في النمره ديالو، قلت له ودي شكون معايا؟ قال لي فلان هو صاحب له انا ماجي. قلت له ودي اش اللي كنت تعطيني على فريد مومان؟ قال لا يمكن راني الناس قالوا لي كذا. خليته كيقول تهدي اللي قلت راه معك فريد مومان اون بيرسون، جاي يطلب بيا السماح وكذا. قلت له علاش اخويا انت ما كتعرفنيش وكتقول فيا هذه الهضره؟ علاش؟ علاش فينا؟ راه غادي تحاسب يوم القيامه على هادشي. اذا باش تسير في بركان امر صعب جدا، امر صعب جدا. هو دابا وفعلا في هذيك الوقيته هذيك كنت كنطلب كنتسنى الفرصه اللي نسحب فيها. اخويا هو المجال سيروا نتوما، وفعلا جات واحد الفرصه في الاستقاله ديالي. انا شويه صريح وما نقدرش للنفاق وما نقدرش للكذوب، هذا هو السبب. ودفعت الاستقاله ديالي
وباش تعرف اللي خطير في الامر، انا الاستقاله ديالي كتبتها وحطيتها في الاداره، وبعض الاخوان يمشيوا يصيفطوا هذيك الاستقاله، يصيفطوها لفوز القجع في الخدمه ديالو، وفوزي القجع كيعتقد بان انا اللي صيفطتها له للوزاره، وانا ما صيفطتها للوزاره، ما صيفطتها لشي حاجه. يعني انا ما يمكنش ندير مشاكل فوزي القجع، نصيفطوا الاستقاله ديالي نصيفطها له للاداره ديالو. انا حطيت الاستقاله ديالي في الاداره وخليتها تما وجيت غادي، والاخوان يكملوا يسيروا، ودابا الفريق راه غادي مزيان، ونتمنى لهم التوفيق. نتمنى لهم التوفيق. بالحديث على الرياضه، كان عندك عاوتاني رئاسه ديال نادي الرمايه، يعني وقع الكثير من الكلام حول الموضوع، واش شي توضيح على شت دابا راه ملي كنت كندير الغيره على مدينه بركان، وكنبغيو المدينه ديالنا وبغينا ننشطوا فيها وبغينا نقدموا فيها خدمات وهذه، انا من بعد اتصل بيا الاخ فتحي اللي راه معروف في الرمايه وكذا، دار واحد الجمع العام وكذا، واقترحوا عليا باش نتكلف لهم هذه الرئاسه. تفرضت عليا وقلت لهم لي مالها باش نخدموا هذه الرمايه، وديجا كنت عاونتهم واحد المره في الرمايه، كنت واحد التظاهره ديال البطوله الوطنيه حضرت فيها انايا، عاونتهم فيها وكذا والمسائل. ولكن ملي كتسمع انت يا شوف، نحن مازال ما بديناش، يوليو الانتقادات والسب في الفيسبوك، او شخصنا خصنا باقي لنا الرمايه كيقول لك، يعني راه ماشي يعني جبت راسي ولا داك الشيء، يعني لقينا المشكل اللي كان مطروح، لقينا جوج مكاتب ديال الرمايه، كان واحد المكتب كترأسو شكون هو الاخت الاسم ديالها يا ربي، هي ستون فام طلبت السميه ديالها، هي مترأسه، وكاين واحد المكتب تنشئ جديد. انا واش اقترحت الاخ فتحي، قلت له ودي نتصلوا بالاخوه نديروا مكتب واحد، خليت له هذه المهمه هذه باش هو يتصل بهم باش نديروا مكتب واحد. اما ما يعني راه باقيه الفكره مطروحه وكذا وهذه وهذه، علاش غادي نديروا جوج مكاتب؟ علاش غادي نديروا جوج يعني جوج ديال المكاتب؟ نديروا مكتب واحد ونجمعها في مكتب واحد، نديروا هذا الشيء اللي طلبت بهم انايا. وبيني وبينك يعني بصراحه خفت باش ندخل في شي تجربه اخرى، بقاو نتعرضوا عاود للسب والشتم وكذا وهذه، ولات صعيبه الامور، ولينا نخافوا. يعني السي فريد، يعني البرنامج المستقبلي ديالك في اطار يعني السياسه، يعني واش كتعلم بانك صاحب الميدان السياسي مره، ولا كاين؟ انا كنتفرج كنشوفه. يعني قلت لك في الاول، قلت لك في البدايه، راه شوف باش دير العمل السياسي، شوف بحال كره القدم اللي تسير السياسه واحد، غادي نفهمك وسط شت كره القدم. دابا كره القدم باش تنجح في بلادنا، هي دابا بلادنا راه كتانفيستي في الكبار في كره القدم، عندنا التيره، عندنا لي تيره تبارك الله، عندنا اللعابه، واش عندنا الجمهور؟ نجوك عندنا الجمهور، خصو يكون عندك الجمهور. الجمهور باش يتفرج في كرة القدم خصو يتفرج وهو مرتاح. انت الجمهور من غادي يجي يتفرج في كرة القدم ويدير الشغف ويدي يهرس. شوف انا اللي كنت كنا نلعبوا في وجدة، نهار اللي كنت مدير اداري ديال كرة القدم وكنت مسؤول على الفريق، راه كان يجيونا الجماهير بالمغرب، راه كنا نخافوهم، راه كان الامن يخافهم. طيب ما يكونش عندك الجمهور يعني جاي يتفرج في كرة القدم وهو مرتاح ويعني وشبعان كشو، هو جاي تما وغادي غادي غادي يصب فيه جم الغضب ديالو. نفس الشيء في لابوليتيك، لابوليتيك دابا اللي مارس العمل السياسي خصو يعرف بان غادي يضحي. واش انت ما انت غادي تجي انتخابات جماعيه ولا انتخابات برلمانيه، راه خصو يكون عندك ناس اللي كتصوت يكونوا في المستوى، راه ما يكونش عندك ما يكونش ما انفيستناش في ريسورس ايمان في البشر، راه من الصعب جدا باش دير واحد العمل سياسي. كي دير دابا درك انت شحال من واحد دابا، انا دابا عندي جوج ثلاثه ديال التجارب، راه ملي كنا نمشيو عند نلقاو صراحه جات مستوى تهضر معاه وكذا، يقول لك اسيدي غادي نصوت على هذا الحزب نقيو فيه ناس مزيان وكذا، ولكن الغريب ما كتفكرش بهذه الطريقه هذه. السفر ما كتشوفش بانه يعني الجمع ما بين السياسه والرياضه كيكون المال ديالو دائما الفشل؟ هذا خطا، بالعكس ما عندناش دابا الناس اللي يسيروا لك الرياضه، هي فعل ان اللي بغى يدير الرياضه، شوف كاين اللي راه يدير الرياضه باش يوصل للسياسه، فعلا كيقول لك انا باش نربح الشعبيه ديالي، نربح كذا باش الناس تبغيني، ولكن انت في النظر ديالك انت من غادي دير الرياضه غادي تربح بها الاصوات؟ جامي، بالعكس غديري المشاكل راسك. غادي ما ترقص شي فريق، دابا راه كاين نتائج ايجابيه ودو تخصمك ويسبوك، ها الشفار هكذا ها المسائل هذه تمشي في هذا الشيء. نقدر نقولوا بان مثلا السي فوزي القجاع والسي مجيد مدران يعني بالالتحاق ديالهم بحزب، هو كان ديجا في تجمع وطن الاحرار، ديجا عنده راه في الانتخابات البرلمان، حتى خدم معنا مع انيس بيرو، تحرك بقوه وكذا، ومجيد مدر نفس الشيء،
تهو تحرك من حيث التجمعات الأحرار. يعني أنا كنشوف علاش لا، وفوزي القجعر عطى أمور دابا، فوزي القجعر رئيس جامعة، وبالنسبة لي راه عطى إضافة كبيرة لكرة القدم، سواء على الصعيد المحلي والصعيد الوطني والصعيد الدولي. دابا راه عضو في الكاف، ربما غادي يكون عضو في الفيفا، إذا فخار لمدينة بركان. إذا خصنا نفتخروا به، وخصنا نكونوا حنا في المستوى معاه، ماشي غدوة غادي بركان دير لي ديفيت بخول سبو فوزي يقشعوا على مجيد بدران، لأن راه كيضحي وراه كيعطي، حاجة إضافة لمدينة بركان. راه فوزي يقشع اللي ما كيعرفوش، راه هذه سنين هو كيخدم في كرة القدم في بركان، مي كانت في الدوزيام ديفيزيون. أنا خدمت معاه هنا في الدوزيام ديفيزيون. خصك تعرف واحد الحاجة، راه كان يجي هنا ويتحرك بقوة في مدينة بركان ويخدم وكذا وكذا. وشوف نقول لك واحد الحاجة، وعنده غير على مدينة بركان، ويحب مدينة بركان. أنا تعاملت معاه وخدمت معاه، وتعاملنا أنا وياسين، أنا كنعرف وزير القجع ب 2006. إنسان عنده غير، وحضرت معاه هنا في الجمع العام اللي دار في الصخيرات باش يطلع رئيس. إذا خصنا حنايا نحتفظوا عليه، وخصنا حنا نكونوا في المستوى، لأن راه ماشي ساهل باش يكون عندك واحد ولد المنطقة، ولد بركان، رئيس الجامعة وعضو في الكاف، وغدوة غادي يكون قد يكون رئيس ديال الكاف، وغادي يكون مهم في الفيفا، وعطى واحد. إذا خصنا نكونوا حنا في المستوى، خص الجمهور يكون في المستوى، خصنا حتى حنا نكونوا كيفاش نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع هذا الشخص، سواء هو ولا كان مجيد ولا كان غيره ولا كذا، ولا أي رئيس كيتحمل مسؤولية ديال الرياضة في بلدة بركان، خصنا نحترموه ونقدروه، لأن أي واحد راه يخسر رزق ولاده، أي واحد. دابا في كرة السلة ديال بني زناسن، هشام الدكتور هشام فتحي راه تعرف راه كيقدم واحد التضحيات كبيرة في الفريق ديال بني زناسن، قليل اللي كيعرف هذاك الشخص، وكيخدم في الخفاء وجيب نتائج، ولكن مسكين الناس ما كتعاونوش. هنايا كيجي واحد الدور ديال المجلس البلدي والمجلس الإقليمي والسلطات المحلية باش يعاونوا هاد الأشخاص. واش كيطلبوا هاد الناس؟ كيطلبوا ما نسبوهمش، ما نجبدولهمش وليداتهم، ونحترمهم ونقدروهم، نجحوا صفقنا لهم، خسروا نصفقوا لهم. باش لينا علاش الناس كتخاف دابا تسير الرياضه؟ راه هذا هو السبب. انا كنت في البدايه كنت انا نائب الرئيس ديال كره القدم ديال فتح الناظور، هما الناس انا كنت نائب الرئيس. فهذيك الوقيته ما كانوش كاع الناس عندهم لي ترونسبور، فهذيك الوقيته حنا شرينا ترونسبور في مدينه الناظور، كنا خدامين وكذا، واحد الاحترام متبادل، وهذه مزيان. دونك حنايا مجموعه من الاطر هذه المدينه بغينا نخدموا الرياضه، بغينا نسيروا، ولكن اخويا ما تسبنيش، ما تجبديش وليداتي، ولا تقول لي شفار، ولا تهز اللافته ارحال ولا كذا. هذاك الشيء راه كتجرح المشاعر ديال الشخص، راه اي واحد ديرو هذاك الشيء ما يجي لك بركان. سي فهد، كيفاش كدير توفق ما بين دابا بغينا نعرفوا غير يعني ديريكت، سي فريد خارج المجال السياسي، يعني اخر يعني الاخر يعني السياسه صافي، معليش بقات مدينه بركان. لا هو شوف، هو بالنسبه للميدان السياسي دابا اي عمل راه كديرو في بركان وكذا، دابا راه كنهضروا كنديروا لا بوليتيك، دابا راه نديروا السياسه، فهمت؟ دابا شحال من واحد كيقول له راه السياسه، شوف راه دابا راه ضروري دابا خصو اي واحد بعدا خصو يكون عندك التكوين، وتكون عندك يعني الاخلاق. شوف لما كانوش الاخلاق ما تقدرش العمل السياسي، راه السياسه اخلاق، راه قالها السي عبد الرحيم بوعبيد رحمه الله. راه السياسه لما كنتش متخلق ما ديرش العمل، واش العمل السياسي غادي يوصلك؟ غادي يوصلك في التسيير، غادي تكون في المجلس البلدي، تكون في المجلس الاقليمي، غادي تكون في البرلمان، تكون في الحكومه، تكون كذا. اذا غادي تولي انت الدوالب ديال الدوله، غادي تبقى تقلدها نتايا. اذا ما كانش عندك اخلاق، وما كنتش مربي تربيه حسنه وكذا، وعندك الغيره على المدينه، راك لا شيء. اذا انا بالنسبه لي حاليا فعلا ماشي مرش كنمارس العمل السياسي. يعني بالنسبه لحزب التجمع الوطني الاحرار كان دار واحد اللقاء، وكان طلب بيا السي انيس بيرو في دير الامور، وكان واحد اللقاء دار في الرباط سي مزوار، طلب بيهم باش فهاد المنوي ولي الحزب. انا عيط ليا السي سلامه عبد القادر اللي كان المنسق الجهوي، واتصل بيا انيس بيرو مؤخرا جلسنا وكذا وهادي. ولكن بالنسبه ليا انا حاليا عندي بعض الملاحظات، وعندي بعض التحفظات على التسيير ديال حزب التجمع الوطني الاحرار مدينه بركان، ماشي بهذيك الطريقه اللي خصو يتسير. يعني حزب التجمع الوطني الاحرار يعني خصو يستقطب الاوتور، خصك يكون حزب، انا كنتمنى يكون بحال حزب ديال العداله والتنميه، يعني في التسيير ديالو في التنظيم ديالو،
انا تزيد على التنميه والاخر يعني مهيكل واحد الشكل كبير ومزيان، يعني ناس خدامين منظمين، يعني عندهم واحد التنظيم في المستوى عالي. انا طرحتها لانيس بيرو، قلت له ودي خص نورمالمون خصنا حتى حنا علاش ما نهزوش ما هو ايجابي عند العداله والتنميه، ولكن الحزب باقي كيتعامل مع الاعيان، يتعامل مع الاسماء اللي معروفه وكذا والمسائل. انا ضد هذاك الشيء. سي فريد، يعني كيفاش كدير توفق ما بين المهام ديالك الوظيفيه و انا بالنسبه لي حاليا دابا كي قلت لك دابا راني كنت واجد في مدينه وجده، دابا راني اطار في المديريه ديال الجهويه ديال الدار مدينه وجده. دابا كنشتغل دابا حاليا في بعض الجمعيات، كاين واحد الجمعيه تاسست مؤخرا سميتها جمعيه التضامن والاحسان اللي كيطقسها السيد الرئيس حباني محمد رئيس المجلس العلمي، وكاين مجموعه من الفعاليات ديال المدينه. هاد الجمعيه ديال التضامن والاحسان كتخلق مشاريع، من بين المشاريع اللي راه اللي كنوجدوها دابا كاين مشروع ديال 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 محاربه الادمان ومحاربه الادمان ومعالجتهم ومصاحبتهم. وهذا المشروع غادي يلقى النور ان شاء الله، وراه كتبنى واحد البنايه بشكل كبير يعني في الطريقه ديال في الجزيئه ديال المجد، وان شاء الله مور هذا المشروع هذا غادي كاين مشاريع اخرين. دابا هادو هما العمل الخيري اللي رانا خدامين فيهم، ومراش كنديروا بها السياسه باش بين قوسين وهذه وهذه، رانا نديروا عمل خيري، ورانا مجموعه ديال الناس دابا رانا خدامين في هذا الاتجاه. والوقت الاخر كنخصو لولادي، دابا عندي ولادي تينا كبروا راهم يقراو وكذا وهذه وهذه، كنعطي واحد الوقت للاولاد ديالي وكالاصدقاء ديالي. يعني هذا هو العمل. ولكن شي حاجه احنا بالنسبه لمدينه بركه احنا رانا الاشاره ديال المدينه وهذه. سي فريد، من كلمه اخيره للمسؤولين والمواطنين ديال مدينه بركه. انا اللي كنطلب وصراحه، لان احنا كلشي دابا المصير ديالنا راه مشترك، المصير ديالنا مشترك، وحنا عارفين فين غادي نمشي، وراه لحدنا هو الموت. راه في التالي غادي نتحاسبوا يوم القيامه على اي عمل نديروه في الدنيا ديالنا. شتي دابا هاد الممارسه السياسيه ولا هاد المسؤوليه الرياضيه راه عمل سنحاسب عليه يوم القيامه. راه شحال من واحد كيتفتر في الحياه وكيقول له بان الحياه ديالنا راه غادي نعيش راه غدوه، يقول له الله يرحمه، في التالي في قبره غادي يتحاسب. اذا واش كنطلبوا حنايا؟ انا اللي كنطلب خصنا نوعيو الناس ديالهم، نقريو وليداتنا، وخصنا نعاونوا الطبقه الضعيفه، نعاونوهم يعني في الجمعيات. وراه كاين ناس مساكين ما في حالتهمش ولكن ما يمدوش يديهم، وكاين ناس اللي كيديروا التجاره كيطلبوا التجاره. اذا راه عندنا الساكنه هنايا ضعاف، كاين اللي ما عندوش تشوف خصكم تشوفوا شي ديور، راه ما عندهمش حتى المرافق الضروريه في الدار، ومع ذلك مساكين حامدين الله وشاكرينه. اذا خصنا نهتموا بهذوك الفئات الضعيفه، وخص الانسان وخص الناس اللي راهم في المسؤولين دابا سواء كانوا في الصعيد المحلي او الصعيد الوطني، خصهم يعريو على كتافهم ينوضوا يخدموا. راه دابا صاحب الجلاله راك شفتوا الخدمه اللي راه يدير، راه تلقاه في الصحراء لهي لهي لهي. اذا حنا خصنا نديرو بحالو ونخليو راسنا بلي بروتوكول، بحال مثلا انا مثلا رئيس بلديه ولا اي حاجه، انا ملي نخرج ماشي غير نهضر على بركان على بارتو، تلقى مثلا بلديه جماعه فقيره كتخرج السيارة دبل بي كات كات، حرام اصاحبي، حرام والله الا حرام. خصنا شويه نقتصدوا شويه ديال العفه وشويه ديال النكران ديال الذات، ونوضوا نخدموا، وغادي نوجدوا ولادنا للمستقبل. شفت ولادنا من غادي يجوا من 31 سنه 40 سنه غادي يعانيوا، غادي يعانيوا، لان غادي يلقاو ما وفرنا لهم والو، لان حنا الاباء ديالنا وفروا لنا. اذا خصنا نوفروا لوليداتنا. واش نوفروا لوليداتنا؟ خصنا نوضوا نخدموا جميع القطاعات، ونحاولوا نحاربوا شويه الفساد، ونحاربوا شويه السرقه، ونحاربوا كاع المسائل اللي كضر ديال البنات، نوضوا نخدموا ونديروا يد في يد، وما نسبوش بعضياتنا. راه اللي غلط خليه الله، انا ماشي قاضي ولا مسؤول نحاسبه، وما خصناش نسبوا الناس المسؤولين كيف ما يكون ما نسبوهش، لان راه فواحد المسؤوليه نحترموه ونقدروه. وفي المجلس البلدي خص يتوقفوا هذوك المطاحنات والمشاحنات، احنا ماذا بنا يكون تفاهم مع الاعضاء وكذا ويخدموا، والله يوفق الجميع. شكرا سي فريد، كنشكرك على وسمحوا لي على الضيافه. لا مرحبا مرحبا، والله يحفظك ويبارك لك سي فريد. تبارك الله، شكرا.